إلى أهم المتابعات والتقارير الرياضية نأخذكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم وطاب مساءكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر قناة الشرقية. على الهواء نأخذكم كالمعتاد لنتجول ونتعرف على آخر المتابعات والتقارير الرياضية. جولتنا لهذا اليوم تبدأ كالمعتاد من أهم العناوين. اتحاد الكرة يقيم دورة تقنية لمنظومة الفار بمشاركة 45 حكما تمهيدا لتطبيقه في مباريات دوري المحترفين الموسم المقبل. فريق نادي الشرطة يقترب بنسبة كبيرة من إحراز لقب الدوري الممتاز موسما جديدا بعد فوزه على الكهرباء بهدفين دون رد. والذهب ينهال على صدور رياضي العراق في بطولة الدورة العربية. الشوط الثالث يأخذكم لأرض الحدث من الجزائر للحديث عن إنجازات العراق. إذن هذه كانت أهم العناوين، سنأخذكم إلى تفاصيل أكثر بعد فاصل قصير، ابقوا معي. إذن من العناوين إلى التفاصيل أخذكم سادتي الأحبة، وأبدأ من الدورة التقنية لمنظومة فار والتي أقامها اتحاد الكرة العراقي بمشاركة 45 حكما من حكام الدوري الممتاز وحكام الدرجة الأولى. يهدف اتحاد الكرة لتطبيق هذه المنظومة في مباريات دوري المحترفين الموسم المقبل، ويذكر أن 45 حكم شارك في ورشة عمل زوم المرئية الشهر الماضي بحضور رئيس لجنة الحكام نجاح رحم وأعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد. ويسعى اتحاد الكرة لتطبيق نظام الفار في مباريات دوري المحترفين الليغا المزمع انطلاقه الموسم الكروي الجديد وفق معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم. طبعا الآن الكرة العراقية بأمس الحاجة لتطبيق منظومة فار اللي الحقيقة ستوقف يمكن الكثير من الأخطاء الغير مقصودة. بالتأكيد كرة القدم هي لعبة الأخطاء، وبالتالي هناك نتائج أثرت كثيرا بسبب بعض الأخطاء اللي حصلت خلال مباريات الدوري الممتاز. لذلك يسعى الجميع لتطبيق منظومة الفار اللي طالب بها الليغا في حال تطبيق دوري المحترفين الموسم الجديد، لابد أن تكون هذه المنظومة حاضرة. وبالتالي عندما يشارك هذا الكم الكبير من الحكام بالتأكيد سنرتقي ونصل إن شاء الله لتطبيق هذه المنظومة. نذهب إلى دوري التنس التجمع الثالث والذي جرى في العاصمة الحبيبة بغداد، إذ أقام الاتحاد العراقي للتنس في العاصمة بغداد منافسات التجمع الثالث لدوري أندية الدرجة الممتازة بمشاركة 8 فرق من أصل 12 نادي. وقال رئيس لجنة الدوري قيصر شاسب أن اتحاد اللعبة حرص على إقامة بطولة الدوري الممتاز للأندية للمرة الثانية بعد توقفه منذ العام 2003، وأشار إلى أن منافسات أقيمت على شكل 4 تجمعات قسمت ما بين بغداد والفرات الأوسط وأربيل. وأوضح أن منافسات التجمع الثالث اختتمت في بغداد، مبينا أن تسلسلات الفرق لغاية ختام الدور الثالث أسفرت عن تصدر فريق نادي الحشد الشعبي الرياضي، بينما حل نادي الجيش ثانيا ثم الأمانة بالمركز الثالث والحل رابعا والصيد خامسا.
وأشار إلى أن التجمع الأخير لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2023 سينطلق في بغداد يوم 18 من تموز الحالي، وينتهي يوم 21 من الشهر ذاته. وأوضح أن الفريقين الآخرين سيهبطان لدور الدرجة الأولى، فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز. طبعا نبارك اتحاد التنس هذه الخطوات الهادفة لرفع المستوى العام للعبة التنس في عموم المحافظات. الكل يعلم أننا نمتلك قاعدة واسعة لرواد هذه اللعبة وأيضا من المواهب. الإدارة الجديدة لاتحاد التنس اللي ترأسها سيف العقيلي حريصة كل الحرص على أن ترتقي بواقع اللعبة من خلال التجمعات في منافسات الدوري. شيء جميل أننا لا نثقل كاهل الأندية بسبب غياب الدعم المالي، لذلك هناك تجمعات مثل ما أسلفنا 4 تجمعات ما بين الفرات الأوسط وبغداد وأربيل، وبالتالي سنجني ثمار هذه التجمعات بدعم لهذه اللعبة، لعبة الملوك اللي نمتلك طبعا احنا نتائج فيما مضى طبعا للأسف، وغابت هذه اللعبة بسبب تعاقب الاتحادات التي لم تقدم شيء إلى واقع اللعبة، لكننا نأمل خيرا بالاتحاد الحالي من خلال مراقبتنا ومتابعتنا لجميع أنشطته. مشاهدينا الأحبة، اتحاد الكيك بوكسينج هذا الاتحاد الذي يعمل بصمت ويحصد النتائج يهيمن على المنافسات في الدورات العربية منذ سنوات طويلة. الشوط الثالث التقى برئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسينج قاسم الواسطي، واللي تحدث عن واقع الاتحاد وعن تحضيرات العراق لتنظيم بطولة العرب اللي راح تقام في السليمانية بمشاركة 9 منتخبات عربية أعلنت موافقتها رسميا. وبالتالي طالب قاسم الواسطي من جميع المسؤولين أن يدعموا رياضة الكيك بوكسينج صاحبة الإنجازات على المستويين العربي والآسيوي. نتابع ما تحدث به قاسم الواسطي لعدسة الشوط الثالث. حصل موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العربي على إقامة البطولة العربية السليمانية، وبدينا من أول بداية الموافقة بدينا الاستعدادات. حاليا المنتخب الوطني داخل معسكرات بأنديتهم. المرحلة الأولى راح نقيم بطولة أندية العراق بالأنظمة اللي تقام بها البطولة، راح تكون محافظة أربيل. اللاعبين الفائزين الأوائل بهاي البطولة إضافة للاعبين المنتخب الوطني راح ندخلهم دورة محافظة السليمانية ومعسكر تدريبي راح تكون كذلك استعدادا للبطولة العربية. يوم 6/9 راح تبدأ البطولة العربية، وإن شاء الله راح نكون جاهزين لهاي البطولة، لأن مثل ما معلوم حضرتك إنه الاتحاد العراقي هو بطل العرب للأعوام 21 و22 اللي أعلنت موافقتها لحد الآن 9 دول عربية. الأردن وسوريا والسعودية فلسطين الجزائر المغرب تونس اليمن وليبيا لحد الآن هاي الدول اللي قدمت، إضافة للعراق 12 دول، بس بالنسبة لليبيا لحد الآن ما نطول المشاركة 100%، بس 8 دول مع العراق راح تكون 9 دول عربية. بالنسبة لآسيا احنا أبطال آسيا، البطولة الأخيرة اللي صارت تايلاند العام الماضي شهر 12 العراق حقق 33 وسام، شاركنا ب5 أنظمة وعدد اللاعبين اللي كانوا معانا بالبطولة حوالي 28 لاعب، جبنا 11 وسام ذهبي و12 وسام فضي و9 أوسمة برونزية اللي بهاي البطولة، فكانت الحصيلة جيدة، اللاعبين كانوا منافسين بهاي البطولة. بالنسبة للعرب احنا أبطال العرب، وضعنا صار بطولات العالم الاتحاد العراقي صار رقم ينحسب الحساب اثناء النزالات. اكيد احنا بنعاني من الدعم والتخصيص المالي حاليا، يعني احنا ميزانيتنا
ما تساعدنا انه نقيم معسكر ونقيم بطوله، واذا قمنا بطوله لازم اعداد قليله لان سكن وطعام والتفاصيل، مشاركاتنا الخارجيه باعداد قليله. بس الحلو بجماعتنا المدربين انه بالمشاركات اغلبيه لاعبين منتخب مدربين منتخب يشاركون على وقت خاص. طبعا نوجه التحيه والتقدير الى الكابتن البطل العالمي السابق قاسم الواسطي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسينج، وهو ايضا يشغل منصب مهم في الاتحاد العربي للعبه. بالتاكيد هناك تقصير واضح لهذه الالعاب، خصوصا العاب الفنون القتاليه اللي نعول عليها الالعاب الفرديه، اذا ما تم الاهتمام بها فاننا بالتاكيد سنضمن انجازات على المستوى الاولمبياد على مستوى العالم، لأنه كيك بوكسينج دخلت ضمن الألعاب الأولمبية، وبالتالي علينا الآن أن نرتقي بهذه الألعاب وندعمها. لكن مثل ما سمعنا الكثير من رؤساء الاتحادات من المعنيين بشؤون الاتحادات من رياضيي جميع الألعاب أن المشكلة الوحيدة اللي تواجه هذه الألعاب هي غياب الأموال وغياب الدعم والبنى التحتية. طبعا احنا مع أنه تبنى الملاعب في كل المحافظات لكرة القدم، لكن كرة القدم ليست كل الرياضات مع اعتزازنا، نعم إنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم وفي العراق، لكن من حق الرياضات الأخرى أن نهتم بها، أن ندعمها، نخصص لها ملاعب، نخصص لها قاعات رياضية، واعتقد بإمكاننا لأننا نمتلك مساحات وفضاءات واسعة في بغداد وبقية المحافظات. لذلك أوجه التحية مرة أخرى للأخ العزيز الكابتن قاسم الواسطي، متمنيا لاتحاده ولنجومه ولرياضييه المزيد من النجاحات، وإن شاء الله سنكون حاضرين في تغطية شاملة عبر الشوط الثالث لأحداث الدورة العربية بالكيك بوكسينج واللي راح تنطلق إن شاء الله قريبا في السليمانية. نذهب إلى دوري الكرة الممتاز سادتي الأحبة، واللي وصل إلى منافسات الجولة 36، لم يتبقى إلا دورين فقط ويزدل الستار على الدوري. نبدأ من المباراة الأولى اللي جمعت الزوراء بالحدود، إذ حقق فريق الزوراء فوزا على مضيفه الحدود في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 5:30 بهدف واحد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الممتاز. سجل الزوراء هدفه الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب علي صادق، وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده عند النقطة 64 عائدا مرة أخرى إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 46 مستقرا بالمركز 13. هذه المباراة طبعا جرت على ملعب الشعب الدولي أيضا بغياب جماهيري بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انطلاق هذه المباراة. وضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الممتاز واجه فريق القوة الجوية الملاحق الرسمي للمتصدر فريق الصناعة متذيل القائمة على ملعب الأخير في المباراة التي جرت في الساعة 5:00 وانتهت بفوز الجوية بهدفين دون رد. هدف القوة الجوية الأول جاء عن طريق اللاعب حسين جبار في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، أما الهدف الثاني فحمل توقيع اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول. بهذه النتيجة رفع الجوية رصيده إلى 72 نقطة بالمركز الثاني، بينما اقترب الصناعة بنسبة كبيرة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة بالمركز ما قبل الأخير، تاركا هذا المركز لفريق الديوانية اللي تأكد هبوطه لمصاف الدوري للدرجة الأولى. وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ناديي زاخو والطلبة التي انتهت بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب زاخو الدولي ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الممتاز. زاخو تمكن من التقدم بالنتيجة عن طريق اللاعب فرحان شكور في الدقيقة 24، بينما أدرك الطلبة التعادل
عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة 57. وقد أضاع فرحان شكور ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه اللاعب حسن خيري في الدقيقة 89. وبهذا التعادل رفع الطلبة رصيده إلى النقطة 60 في المركز الرابع بسلم الترتيب، بينما رفع أيضا رصيد نادي زاخو رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز. طبعا الطلبة فوت فرصة الفوز حتى يستقر بالمركز الثالث، لكن تعادل أمام زاخو أعطى المركز الثالث لفريق الزوراء. وفي مباراة أخرى عزز نادي الشرطة صدارته لترتيب الدوري الممتاز بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الكهرباء. سجل الشرطة هدفه الأول عن طريق اللاعب المخضرم على عبد الزهرة في الدقيقة 14، وأضاف محمود المواس للشرطة الهدف الثاني في الدقيقة 24 من الشوط الأول. وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء عبد الله عبد الأمير في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، ليكمل فريق الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين. بهذه النتيجة تمسك الشرطة بالصدارة ب 76 نقطة، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 59 مستقرا بالمركز الخامس. هذا طبعا حالة الطرد اللي أشهر فيها حكم المباراة الكارت الأحمر بوجه لاعب فريق الكهرباء. طبعا الكهرباء أيضا بهذه الخسارة ابتعد عن المربع الذهبي، بينما كان قريب جدا من البقاء في المربع الذهبي الذي تسعى إدارة الكهرباء لبقاء هذا الفريق. طبعا مباراة كانت جميلة، وأخطاء الحارس حارس الكهرباء لا تختفر، هي من تسببت بهذين الهدفين لفريق نادي الشرطة. طبعا مبارك لفريق الشرطة. الشرطة الآن قريب جدا من الحفاظ على لقبه كونه بطل الدوري للموسم السابق. فوز على الكهرباء، الكهرباء لم يظهر بالمستوى المحود بعد أن كان ندا لفريق الشرطة في العديد من اللقاءات. لؤي صلاح مدرب فريق الشرطة أوضح لوسائل الإعلام أن سبب الخسارة واضح جدا، خطأين من حارس المرمى، حالة الطرد اللي تعرض لها لاعب فريق الكهرباء في بداية المباراة قلبت كل الموازين، وأيضا غياب علي جاسم وهو من اللاعبين البارزين بسبب موضوع عقده مع نادي جنت البلجيكي. أمور كثيرة ساهمت في إخفاق فريق الكهرباء. أيضا زيد السراج وفريق عمل الشوط الثالث كانوا حاضرين وهيئوا هذه اللقاءات وردود أفعال الفريقين بعد انتهاء مباراة الشرطة والكهرباء لصالح الشرطة بهدفين دون رد. إلى زيد السراج. جمهور الشرقية والشوط الثالث أهلا بكم، أرجو التفضل بالبقاء معنا لمتابعة هذه التغطية الرياضية حول مباراة الشرطة والكهرباء وردود أفعال جماهير واللاعبين والملاكات التدريبية. شلون تشوفون اليوم هذا الفوز؟ انطاكم دفعه
سعه كبيره من اجل الحصول على اللقب مع وجود المؤازره الجماهيريه. قربنا من التتويج ان شاء الله. مباراه كانت مهمه، 3 نقاط مهمه جدا. الحمد لله الشباب قدموا كل ما عليهم، وهذا فعلا مثل ما تفضلت قدمنا خطوه اعطانا دفعه اكبر باتجاه الحسم ان شاء الله. نفط ميسان المباراه القادمه مهمه في العماره، كل مباراه لها ظروفها، لكن ان شاء الله ما تصعب على الشباب. شكر كبير الى جماهيرنا الوفيه اللي اجت من محافظات العراق، دائما ما تآزر الفريق بالسراء وبالضراء، نقدم لهم الشكر وان شاء الله نقدم لهم درع الدوري هديه ان شاء الله. نياتنا انه نستمر بهذه النتائج. صح حققنا اليوم 3 نقاط، لكن لحد هسه ما ضامنين الدوري، عندنا مباراه قادمه لازم نحقق نتيجه ايجابيه في سبيل نكمل ما بدينا ان شاء الله. مستقبلك مع الشرطه باقي موسم قادم، شنو تفكيرك؟ والله انا بعدني ان شاء الله اخلص الموسم ان شاء الله. الشرطاوي هذا مبروك نادي الشرطه، هاردك لفريقنا. كنا عارفين احنا خطوره المباراه اول ربع ساعه واضعين الخطه المناسبه للكادر التدريبي، بس تعرف سبحان الله خبره الشرطه اخطائنا، اشتغلوا على اخطائنا. صارت حاله طرد، تلعب 10 لاعبين امام الشرطه، فريق صعب فريق محترم، اكيد انت تخسر المباراه كخبرتهم لاعبينهم محترفيهم. الحمد لله على كلامك. يعني ما كان اكو اي تخاذل او شيء بهذا الجانب؟ هذا شوف، يمكن الناس كلها تعرفنا وتعرف النادي وتعرف الاداره وتعرف تعرف لاوي صلاح وتعرف الكادر التدريبي واللاعبين. كنا حريصين جدا نظهر مستوى جيد ونحقق الفوز على الشرطه، بس تعرف الشرطه فريق محترم جاي من خساره، نعرف انه هو جاي من خساره ويعرف انه راح يضغط علينا من بدايه المباراه لنهايه المباراه. اشتغل على اخطائنا، صار عنده بعض الاخطاء قدر يفوز على المباراه. تعرف نحن ناس مهنيين والحمد لله ما واعينا اي شائبه من لاعبين كره القدم حد هذا اليوم، بس هي كره القدم هذه استغلوا الاخطاء وصار طرد. الحمد لله على كلامك. هذا طافل على القضيه. يلا سجل، يلا سجل، يلا يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل، يلا سجل، يلا يا غلا سجل، يلا 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 شفت اليوم المباراة؟ والله مباراة كلش حلوة، وألف مبروك نادي الشرطة، وإن شاء الله تتويج ملعب ميسان يا الله. كابتن حبيبي ألف مبروك نادي الشرطة والجماهير، بس على جمهور الجوية خطيه، أنا بعد عنده أمل، بس محمد على عبود، محمد على عبود، دوري شرطاوي للقيثارة. ألف مبروك للشرطة، ألف مبروك. شو شفت المباراة؟ أصعب دوري من صار من تأسس الدوري لحد الآن، أصعب دوري هو هذا. لا حد ينافس، لا حد ينافس الشرطة، لا حد ينافس الشرطة من 5 سنوات، لا حد ينافس الشرطة. شو شفت المباراة؟ الفوز على الكهرباء. جيب لنا منافسين، نريد منافسين، ماكو منافسنا، احنا الأول ونبقى الأول، نمبر 1 الشرطة، نمبر 1 الشرطة. إذن محمد كان هذا جزء من ردود أفعال الشرطة بعد الفوز على الكهرباء والاقتراب من اللقب. الشرطة على بعد 3 نقاط للحصول على درع الدوري، وتنتظره مباراة مهمة أمام نفط ميسان في العمارة. بالعودة لك مجددا زميلي محمد. إذن شكرا زيد على هذه المتابعة. بالتأكيد نشاطر جماهير الشرطة، هذه الأفراح من حقكم، لأنه الدوري لحد قبل فترة قليلة كان قريبا من الجوية، لكن الأخطاء الإدارية اللي وقعت بها إدارة الجوية بتغيير المدربين وإبعاد قحطان كثير والتعاقد مع مدرب آخر، يمكن جعلت هذه الإخفاقات تبعد فريق القوة الجوية عن صدارة الدوري والاقتراب من الظفر بلقب الدرع لهذا الموسم. لذلك نبارك لجماهير الشرطة، نبارك لعشاق القيثارة الخضراء، وبالتأكيد نتمنى من جميع الفرق أن تظهر بالمستوى الذي يلبي الطموح، لأن لا يمكن بكل حال من الأحوال أن يكون الدوري لمواسم متتالية لفريق واحد. لا، نريد أن تكون المنافسة مع بقية الأندية، مع بقية الفرق، حتى نجني منتخب وطني يخدم الكرة العراقية ويخدم جميع التطلعات. نبقى في أجواء الرياضة العراقية مشاهدينا الأحبة، ونذهب بكم إلى محافظة نينوى، وبالتحديد إلى مدينة الموصل العزيزة الغالية اللي اختتمت على ملعب نادي نينوى الرياضي في منطقة الغابات السياحية بأيسر مدينة الموصل منافسات بطولة أندية نينوى بالكرة الطائرة الشاطئية
والتي استمرت أسبوعا كاملا. مباريات البطولة شهدت تنافسا مثيرا بين الفرق المشاركة، حيث أسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق نادي سنجار بالمركز الأول، جاء ذلك عقب تغلبه على نادي نينوى بشوطين دون رد. وفي ختام هذه البطولة وزعت الهدايا والجوائز التقديرية على الفريقين وعلى حكام المباراة الختامية من قبل كل من الشرقي زيباري رئيس نادي المستقبل المشرق وخالد عبد المجيد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة في نينوى. هذه اللقطات اللي صورت طبعا بعدسة فريق عمل الشوط الثالث وزميلنا محمود الاستيفاني اللي كان حاضر في جميع الأنشطة الرياضية في محافظة دهوك ومحافظة نينوى. أيضا نبارك لنادي نينوى، نبارك لاتحاد الطائرة في محافظة نينوى على هذا النشاط الجميل. شيء جميل ورائع نشاهد أنه عودة الأنشطة الرياضية في محافظة نينوى بعد سنوات عجاف، لكننا نبحث على الأفضل إن شاء الله في قادم الأيام بجميع الأنشطة الخاصة برياضي نينوى. نتابع هذه اللقاءات اللي أجراه محمود الاستيفاني من واقع منافسات بطولة أندية الموصل بالكرة الشاطئية. يقيم اتحاد الكرة الطائرة فرع نينوى بطولة أندية محافظة نينوى للمؤسسات الرياضية والأندية الرياضية في محافظة نينوى، وقد اشترك في هذه البطولة 9 أندية تمثل محافظة نينوى بالكرة الطائرة الشاطئية، وقد قسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تمثل 4 أندية والمجموعة الثانية 5 أندية، وبنظام الكروسات حيث أنه احتل المركز الثالث نادي الحدباء الرياضي، ونادي الموصل احتل المركز الرابع. ما نشاهده اليوم هو ختامها مسك، نشاهد المباراة النهائية ما بين نادي سنجار الرياضي وما بين نادي نينوى الرياضي. طبعا الناديين هم يمثلون العراق ومحافظة نينوى بالدوري الممتاز لكرة الطائرة، فاليوم نحن أبواب نادي نينوى الرياضي مفتوحة لجميع الاتحادات المركزية والفرعية، عندنا ملاعب تنس، ملاعب طائرة، عندنا قاعة رماية دولية، عندنا كثير من النشاطات والفعاليات الرياضية والملاعب الدولية التي تمتاز بجودة الحداثة والبناء الجديد. وإحنا طبعا مشاركتنا لغرض الاستعداد للمشاركة في بطولة أندية العراق في كرة الطائرة الشاطئية التي سبق وأن شاركنا فيها عدة مرات وحرزنا نتائج طيبة، آخرها كان المركز الثالث ضمن بطولة أندية العراق. جميل جدا اليوم حضور من كافة الرياضيين في المحافظة، اليوم يؤازرون هذه البطولة، بطولة جميلة جدا لتسع أندية في المحافظة في أجواء ليلية جميلة في محافظة نينوى، وهذه رسالة إيجابية للعراق كله بأن العراق وخاصة اليوم محافظة نينوى رجعت كما عهدها السابق. ومثل ما شفت أنت المباراة كانت بين نينوى نادي نينوى الرياضي ونادي سنجار، مباراة كانت جميلة ورائعة وكانت ندية بين الفريقين، وتعرف توفيق من رب العالمين وحصلنا على المركز الثاني. خسارتنا اليوم كانت مع نادي سنجار اللعبة النهائية، والحمد لله والشكر إن شاء الله، وعلى البطولة الجاية إن شاء الله نحقق اللقب إن شاء الله. الحمد لله اليوم فزنا ببطولة محافظة نينوى، بصراحة يعني منافسة كانت قوية لأن المباراة النهائية كانت مع نادي نينوى، نادي نينوى يلعب رامي خالد معروف بكرة الطائرة الشاطئية، استطعنا الفوز الحمد لله والشكر. احنا بدنا نتأهل، هم عندنا مشاركات ببغداد ان شاء الله. اذا شكرا لكل المتحدثين، وشكر ايضا موصول لزميلنا محمود الاستيفاني مراسل الشوط الثالث في محافظتي نينوى ودهوك. مشاهدينا الاحبه ناخذكم الان الى الجزائر وبتحديد إلى منافسات الدورة العربية اللي دخلت يومها السادس، ومع هذا اليوم تزداد غلة العراقيين بالميداليات الذهبية وخصوصا لأبطال المصارعة. إذ تتواصل منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها 15 بالجزائر، والذي شهد تحقيق 4 ميداليات ذهبية للعراق بسواعد المصارعين الأبطال، ليصبح رصيد العراق 5 ذهبيات
حسنت من ترتيبه بجدول الأوسمة العامة. حقق المصارع خطاب عمر بالوسام الذهبي لوزن 57 كيلوغرام بالمصارعة الحرة إثر فوزه على الجزائري خطاب صلاح الدين، وتحققت الميدالية الثانية عن طريق المصارع علي عباس مكسر بعد فوزه على السوري أحمد النقدل في النزال النهائي لوزن 60 كيلوغرام بالمصارعة الحرة. أما الميدالية الثالثة فتحققت عن طريق المصارع محمد الجواد الذي فاز على منافسه الجزائري زهير عفتان في ختام نزالات وزن 65 كيلوغرام للحرة أيضا. وفي رابع الذهبيات توج المصارع قتيمة مصطفى بذهبية وزن 74 كيلوغرام بعد أن تغلب على منافسه الجزائري عبد القادر عقيل. إلى ذلك خسر المصارع علي محمد كاظم أمام الجزائري أكرم بوج ميلين بوزن 77 كيلوغرام ليحرز الميدالية البرونزية، فيما انسحب المصارع عباس شعلان بسبب إصابته مكتفيا بالوسام الفضي. طبعا نجدد التبريك مرة أخرى إلى أبطال المصارعة اللي حسنوا من تصنيف البعثة العراقية اللي الآن أصبحت في الفرق المتقدمة بعد أن كنا تقريبا في ذيل القائمة، لأننا لم نمتلك إلا ميداليات برونزية جاءت عن طريق ألعاب القوى وأيضا ألعاب الشطرنج، لكن مصارعي العراق قالوا كلمتهم وأكدوا علو كعبهم وأثبتوا أنهم أسياد العرب في هذه اللعبة بجميع البطولات. أيضا نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها فريق عمل الشوط الثالث وزملائنا المفدين إلى الجزائر لإجراء هذه اللقاءات مع عدد من نجوم المصارعة العراقية إثر تحقيقهم الميدالية الذهبية. نتابع. المصارعة دائما هي صاحبة الإنجاز، وهي اللي تكون يعني صاحبة المصارعة عريقة جدا، والحمد لله والشكر 10 ميداليات من 10 لاعبين، 2 ذهب 6 فضة 2 برونز. الحمد لله ربنا رزقنا الميدالية الذهبية، كانت بطولة قوية جدا مع الخصوم الدول العربية، كان نزال النهائي مع السوري والله وفقني وحصلت على الميدالية الذهبية الحمد لله. مثل ما يعرف جنابك ان المصارعة العراقية هي سيدة العرب من ضمن عصور، والحمد لله والشكر اليوم اثبتنا للعراق وللعالم العربي ان المصارعة موجودة والعراق سيد هذه العرب. اليوم حصلنا على 3 ذهب والبارحة 1 ذهب، البارحة حصلنا على 4 فضة و1 برونز، واليوم لعبوا عندنا 8 مصارعين لحد الآن 4 ذهب و2 فضة، وإن شاء الله عندنا بعد 2. الحمد لله وشكرا حصل المركز الأول، وتغلبت على المصارع الفلسطيني أول دور، والدور الثاني والمصارع السوري هم غلبته، ونهائي المصارع الجزائري والحمد لله هم غلبته وحرس المركز الأول في الدورة العربية. إذن مبارك للمتوجين وحظ أوفر لجميع رياضي البعثة العراقية. سادتي الأحبة، في هذه الأثناء انضم معي من الجزائر العاصمة موفد قناة الشرقية إلى الجزائر الزميل محمد الخفاجي ليطلعنا وعلى الهواء مباشرة على آخر الأحداث والإنجازات الرياضية في اليوم السادس لبطولة الدورة العربية الجارية في الجزائر. محمد مرحبا بك في حلقة هذا اليوم عبر الشرقية. مساء الخير عليك زميلي محمد وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثاني. محمد أنت الآن في أحد القاعات الرياضية، وبالتأكيد نريد أن تطلعنا على إنجازات رياضيين اليوم. أيضا كان هناك مؤتمر للأثقال، ضعني والسادة المشاهدين بآخر ما لديك يا محمد.
نعم يعني احنا متواجدين اليوم بالقاعة البيضاوية اللي تكون بالمجمع مجمع 5 جويلية اللي يحتضن اغلب الالعاب الرياضية المشاركة بدورة الالعاب 15 في نادي الجزائر. مثل ما ذكرت اليوم كان هناك مؤتمر فني للعبة رفع الاثقال وان المؤمل ان تنطلق المنافسات مساء اليوم. اليوم عندنا رباع واحد سيخوض بوزن 61 كيلوغرام سيتنافس مع 3 رباعين من الجزائر وتونس والسعودية، ومن المرجح ان يكون هناك تتويج باحد الاوسمة ان شاء الله الملونة من خلال هذا الرباع الشاب الرباع محمد اللي يمتلك حظوظ كبيرة بالتتويج باحد الاوسمة الملونة، وان شاء الله اذا ما تغلب على المنافس السعودي هو اقرب منافسيه بهذه البطولة فسيكون الذهب من نصيبه ان شاء الله. نعم محمد، هو اليوم هو الاخير بالنسبة لابطالنا بالمصارعة ام هناك نزالات جديدة في ايام اخرى؟ نعم بالنسبة للعبة المصارعة هو اليوم الأخير، اليوم الثالث بالنسبة لهذه الفعالية. هناك نهائيات ستقام في الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. عندنا 3 لاعبين مصارعين تأهلوا إلى المباراة النهائية ومن المرجح أن يتوجوا بالذهب، أو على الأقل هناك 2 مرشحين على المصارعين الذهبين باعتبار أنه أحد المصارعين سيكون نزاله قوي ليكون خصمه من الجزائر ومعروف عنه أنه صاحب أوسمة وباع طويل بلعبة المصارعة ومن أبطال العرب والعالم. طيب ما مجموع الميداليات اللي حصلها المصارعين اللي بتأكيد رفعت من غلة البعثة العراقية ما بين ذهب وفضة وبرونز؟ نعم يعني لغاية الآن 5 ذهبيات حصلوا عليها أبطال المصارعة وهي الميداليات الذهبية الوحيدة اللي توجوا بها أبطال المصارعة بالنسبة للبعثة العراقية، يعني لم يسبق لنا الحصول على أي ميدالية ذهبية قبل بدء منافسات المصارعة. وكما ذكرت لك اليوم هناك 3 لاعبين تأهلوا إلى المباراة النهائية، يعني نتوقع أن يكون ما بين 2 إلى 3 أوسمة جديدة ومع 8 ميداليات فضية، يعني أكيد رفعت من مستوى وترتيب الفريق أو البعثة العراقية. الآن ترتيبنا بين الدول المشاركة هو 7 بعدما كان 13 قبل 2 أو 3. نعم محمد، أيضا ضعني في نتائج الملاكمة. عندنا لاعبين تأهلوا إلى النهائي ونعول على يوسف الماجدي كرار سهم، يا ريت تطلعني وين وصلوا أبطالنا؟ يعني للأسف مثل ما ذكرت كنا نعول على البطل يوسف الماجدي بالحصول على ميدالية ذهبية كونه من اللاعبين الواعدين واللي نتأمل ونتوسم بهم خير في أن يكون في المستقبل لاعب وبطل أولمبي، لكن يوم أمس للأسف خسر نزاله مع منافسه التونسي، وبالتالي الآن لدينا 2 فقط من الملاكمين سيخوضوا نزالات نهائية يوم غد إن شاء الله. كرار كاظم سهم بوزن 67 وأيضا عندنا أمير كاظم بوزن 87، نتأمل إن شاء الله أن يتوجوا بالأوسمة الذهبية ويزيدوا من غلة الأوسمة بالنسبة للبعثة العراقية. نعم أفهم من هذا أنه يوسف الماجدي حصل على الوسام الفضي محمد؟ الملاكم يوسف الماجدي حصل على الوسام البرونزي لأنه خسر بالمباراة شبه النهائية ولم يتأهل إلى المباراة النهائية بعد خسارته يوم أمس. أها طيب أيضا حدثني أنه اليوم كان مؤتمر فني للأثقال، هل سنفوز بعدد من الميداليات، نحصل على عدد من الميداليات؟ لأننا نعلم جيدا أن العراق على المستوى العربي في الأثقال من الفرق الكبيرة جدا. نعم يعني بالنسبة لمنتخبنا برفع الأثقال يشارك ب7 لاعبين، 4 للرجال و3 للنساء. مثل ما قلت لك بالبداية أنه اليوم أول رباع سيشارك ومن ثم سيكون النزالات بالأيام القادمة إن شاء الله. هذه البطولة أيضا شهدت عودة الرباع البطل صفاء راشد، ومن المؤمل أن يتوج بوسامين، يعني مثل ما تعرف أنه رفع الأثقال بفعاليته الخطف والنتر، ومن يعني من المحتمل ان يكون هناك اكثر من 4 إلى 5 أوسمة ما بين ذهبيه وفضيه بالنسبه لمنتخب رفع الاثقال. كرار علي عمار هل متواجد بالبعثه محمد؟ بالنسبه للرباع البطل الواعد علي عمار يسر لم يلتحق بوفد المنتخب الوطني بسبب ارتباطه بامتحانات يعني السادس الاعدادي، وبالتالي اعتذر عن المشاركه و خسرنا وسام في الدوره الاسيويه. كسرنا وسام مهم جدا بسبب الامتحانات، نعم. تزامن الامتحانات مع ايام البطوله، فاعتذر عن المشاركه وسيشارك في الدوره الاسيويه القادمه في الصين ان شاء الله. نعم محمد، حدثني عن بقيه الالعاب. العاب القوى تقريبا حصلوا على كذا ميداليه برونزيه، هل انتهت مشاركاتهم؟ يا ريت تطلعني والساده المشاهدين على بقيه الالعاب، من انتهى من المشاركه ومن ما زال مستمرا في منافسات البطولة.
بالنسبه لعروس الالعاب العاب القوى انتهت مشاركتهم بهذه البطوله وعادوا الى ارض الوطن بعدما حصلوا على 7 ميداليات برونزيه وواحده فضيه حصلوا عليها بعد الاعتراض. وايضا لعبه الريشه الطائره ايضا لم يحصلوا على اي وسام للاسف وعادوا الى ارض الوطن. وكذلك الحال مع منتخب السباحه اللي كانت يعني حقيقه نتائجه غير ملبيه للطموح ولم يحصل على اي وسام. عندنا لحد الان الملاكمه ورفع الاثقال والمصارعه وايضا منتخبنا لا ننسى منتخبنا الوطني بكره اليد اليوم يخوض لقاء مهم مع المنتخب القطري في الساعه 8 مساء ايضا بتوقيت بغداد. وفي حال فوزه سيتوج باحد الاوسمه ان شاء الله لانه يعني ضمن الوصول الى المربع الذهبي بعد فوزه الاخير امام المنتخب الاردني وخاض 3 لقاءات الاول امام المنتخب السعودي خسر اللقاء واللقاء الثاني كان مع المنتخب المضيف المنتخب الجزائري وانتهى بالتعادل ب 21 هدف لكلا الفريقين. واللقاء الاخير كان مع المنتخب الاردني وتمكن من الفوز باريحيه لذلك ننتظر اليوم لقاء المهم مع المنتخب القطري وان شاء الله يكون الفوز من نصيب المنتخب الوطني. نعم ايضا هناك الريشه والطاوله حدثني محمد عن نتائجهم مشاركتهم سمعنا انه بعض النتائج لم تلبي الطموحات بالنسبه للاتحادين. نعم يعني حدثتك عن منتخب الريشه للاسف كانت مشاركه غير ملبيه للطموح ولم يحصلوا على اي وسام وبالتالي عاد الوفد الى بغداد بعد انتهاء مشاركته. ولدينا لعبه اخرى اللي هي يعني لعبه الشراع اللي بدات منافساتها وان شاء الله يوم 13 من هذا الشهر تكون المنافسات النهائيه نتامل لهم التوفيق. وايضا اليوم او يوم امس وصل بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه ب3 لاعبين سيبدا منافساتهم ان شاء الله يوم غد. نعم الطاوله لم يحققوا شيء محمد؟ بالنسبه لمنتخبنا بكره الطاوله لم يحققوا لحد الان ومنافساتهم ما زالت مستمره لكن في اليوم الاول والثاني لم يتحقق اي فوز بالنسبه للفرق الزوجي والفردي. نعم ايضا الجودو محمد يعني لم نتطرق اليه رغم انه حصلنا على اعتقد ميداليتين برونزيه عن طريق حسين علي حسين. حدثني ايضا على الجودو انتهت منافساته وعاد الى ارض الوطن ام هناك بعض النزالات الاخرى؟ بالنسبه لمنتخب الجودو كانت ايضا مشاركته يعني جيده نوعا ما وبالتالي حقق عدد من الاوسمه البرونزيه كما ذكرت ووسام فضي وبالتالي انتهت مشاركتهم وعادوا ايضا الى ارض الوطن. وهذه خليني احدثك عن اللجنه الفنيه الموجوده في اللجنه الاولمبيه كان لها دور ايجابي باختيار النوعيه بالاعتماد على النوعيه وليس الكميه باختيار اللاعبين والفرق المشاركه وبالتالي كانت النتائج يعني نوعا ما جيده قياسا بالبعثات الاخرى المشاركه باعداد كبيره من اللاعبين. ولما نعم. ايضا هناك اشادات كبيره بالتغطيه الاعلاميه للبعثه العراقيه وخاصه قناه الشرقيه المتواجده دائما بقلب الحدث لتنقل احداث هذه الفعاليات وهذه الدوره بالصوت والصوره. الحمد لله احنا دائما سباقين في قلب الحدث ونكون دائما لنربط الصوت بالصورة والأخبار لكل مشاهدينا. محمد عندنا حكام اليوم وسائل الإعلام الجزائرية تتحدث عن إمكانيتهم الرائعة في ألعاب كثيرة لذلك أنت تمتلك بعض المعلومات. عندنا حكم أيضا موجود في كرة القدم وعندنا بعض الحكام ببقية الألعاب يا ريت تحدثني عنهم محمد. نعم يعني لدينا مجموعة من الحكام منتشرين ومتوزعين على معظم الألعاب أهمها المصارعة وأيضا الملاكمة. عندنا ليسوا حكام أيضا أعضاء في لجنة التحكيم وعندنا رئيس لجنة الحكام بلعبة الريشة الطائرة من العراق أيضا والكثير من المناصب في اللجان الفنية متواجدين شخصيات مهمة من العراق وكلت إليهم يعني مهام كبيرة كانوا على قدم المسؤولية. وبالنسبة لكرة القدم لدينا الحكم الشاب زيد ثامر أيضا وكلت إليه قيادة مباراة نصف النهائي وبالتالي هو أدى يعني مستويات كبيرة بالأدوار الأولية وبالتالي أسندت إليه هذه المهمة الصعبة. نعم محمد وصف لي المستوى العام للمنتخبات العربية في جميع الألعاب هل رياضة العراق قادرة على أن تجاري أم هناك بعض الفروقات صارت بيننا وبين الدول العربية؟ يعني لا أخفيك هناك فروقات كبيرة فنيا بين منتخبنا وبين المنتخبات الأخرى خاصة المنتخبات الأفريقية مثل الجزائر وتونس والمغرب يعني ومصر قبل المضيف يا بطل. بالنسبه لمصر مصر يعني كادت ان تقاطع هذه الدوره واشتركت بعدد قليل لا يتجاوز 10 لاعبين بالنسبه لكل الالعاب وب10 لاعبين حصلوا على 5 اوسمه ذهبيه وكانوا مشاركين بمنتخبات كامله لذلك انسحابهم من معظم هذه الفعاليات هو
رفع من نصيب بقيه المنتخبات وتمكنوا من الحصول على عدد من الاوسمه. المنتخب المهيمن لحد الان على معظم الاوسمه والمنتخب يعني الجزائري كونه مشارك بعدد كبير من الرياضيين ربما يتجاوز الالف رياضي. نعم محمد، انا طبعا اتمنى لك الموفقيه وايضا ياسر جمال، وارجو ان تبقوا معنا في قلب الحدث لتنقلوا لنا كل شارده ووارده مع امنياتنا القلبيه لكم بالتوفيق وللبعثه العراقيه ولجميع رياضيين. محمد الخفاجي موفد قناة الشرقية إلى الجزائر لتغطية منافسات الدورة العربية، شكرا جزيلا لك. بالتأكيد تعرفتم على المجمل العام لنشاطات البعثة العراقية الخاص بمنافسات الدورة العربية اللي دخلت يومها السادس. نعول على أبطالنا برفع الأثقال ونعول على ملاكمين، لكن المفاجأة الكبيرة اللي اليوم تفاجئنا بها وانصدمنا هي خسارة البطل يوسف الماجدي اللي كنا نعول عليه بأن يحصل على ذهبية وهو قادر، لكن إن شاء الله قادر على التعويض. وبالتأكيد مشاركتنا في هذه الدورة سنكون قريبين لتقييم واضح لعمل الكثير من الاتحادات التي أخفقت، ونشيد بعمل الاتحادات التي نجحت بإمكانيات بسيطة. مشاهدينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم واللي تجولنا في أروقة الأنشطة الرياضية ما بين محافظاتنا وما بين الجزائر، وأتمنى لكم الموفقية والنجاح، وأنقل لكم تحية جميع من رافقني في هذه الحلقة من استوديو البث والكنترول، وأيضا زميلي المخرج المبدع دائما علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم بما الله.